السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، اليوم نتعرف على عطل جديد بغسالة كيكو 8 كيلو. خلونا نشوف. عند الدخول إلى الاختبار الذاتي أو التيست مود بيطلع معنا الرمز E17. أصدقائي، عند وضع الغسالة على برنامج التعصير أو سبين لا تفتح سرعة. خلونا نشوف مع بعض شو هو سبب هالمشكلة. أصدقائي، عند وضع الغسالة على برنامج التعصير أو طرد الماء نلاحظ عدم دوران مضخة الماء بشكل طبيعي. والسبب وراء عدم دوران مضخة الماء إما مسحوق زائد وذلك يسبب رغوة، أو هناك أشياء عالقة في مصفاة المضخة. ففتح غطاء المضخة نلاحظ أن الرغوة الزائدة تخرج منها، وبالتالي تفتح الغسالة سرعة وتقوم بعصر الملابس، وبالتالي زوال المشكلة. أصدق، نلاحظ عند الدخول إلى الاختبار الذاتي للغسالة مثل ما عم نشوف هلأ بالفيديو زوال المشكلة. أصدقائي، لهون نكون وصلنا لآخر الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.